من اليوم ورايح ما بقى تستأجروا فستان عرس، لازم تشتروه. تشتروه وتخلوه عندكن كل الحياة. قال في بلوجر على يعني موقع برايدز، بتحكي عن يعني هي خبيرة علاقات زوجية، بتقول انه لازم المرأة تحتفظ بهالفستان كل حياتها، وما لازم إذا اشتريته تخليه بالخزانة تاكله الغبرة لمدة 20-30 سنة. قال هيدا لازم يكون أول شي موجود لحتى تضلها تلبسه، هي بضلها تلبسه كل فترة، وهيدا الشي بخليها تحافظ على لياقتها، ليضل جسمها مثل ما هو، مثل ما كان وقت تجوزت، بتقيسه بتلبسه بتتصور فيه. بتذكره بيوم النكبة. مزبوط، هيدا بالنسبة للوزن. وقال هالشي قدر خليها ترجع الرومانسية بينه وبين زوجها، لأنه كل فترة بتلبسه وبيرجعوا بيسترجعوا سوا ذكريات هالشي اللي صار بيناتهم. ايه، ومعدد كتير اشياء بتخلي انه الفستان شغلة اساسية بالبيت، يضل للذكريات، للرومانسية، للياقة، للشهرة. قال على فكرة مبروك مبروك، يعني كل الوقت بلبنان زواج جماعي، يعني مش معقول، وكلهم برعاية الكاردينال. ما اسرعكم لما بكون تجوزون، وما ابطأكم بالطلاق. انه هيك يزيد العدد، عرفت كيف؟ نجيب له للبطرك هيك ابناء صالحين. مشان المدارس. نحطهم مدارس كاثوليكية، تمام، هو المستفيد الأول. منيحة توني، توني بعتلي إذا الرجال ما عم يبقى بدك تخلي شي من ريحته.